مرحبا بكم متتابعي قناة وي بي سي الأوراس. موضوعنا اليوم عن تفشي انتشار السحر والشعوذة، حيث تعتبر من أكبر الكبائر والمحرمات. تابعوا معنا آراء بعض المواطنين. يلجؤوا يسحروا من الغيرة بزاف، من الحسد بزاف. عند تطبيق الساحر السحر، أين قد يكون ضميره؟ ما يكونش ضميره معاه، يخدم اي حاجه ما ميكونش متيقن واش هو يدير. كيف ينظر المواطن الى الناس التي تلجا الى السحر؟ ما يشوفوش انسان، ما انا وحده ما نشوفش كاع فيه. هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا من نقص الايمان. الناس تبعد على الدين وعلى الشرع وتلجا للساحر، وهذا من الجهل ونقص الايمان. اللي يسحر ما عندوش ضامير، لو كان عنده ضامير ما يأذيش الناس، ما يديرش هذا الشيء. هذا 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 الساحر اللي يسحر هو اصلا تقريبا راهو شرك بالله، وما عنده حتى ضامير وما يأنبوش ضاميره، باسكو راح يضر الناس. هي في بعض الاحيان المواطن هو يروح للسحار يحوس عليه، ماشي السحار يجي يحوس على المواطن. الناس ولات تعتقد باللي هذا الساحر هو اللي يقضي لهم مصالحهم واموراتهم وكذا، وهذا كاع من نقص الايمان وخلاص. دوك انت كي تشرك بالله، دوك واحد كي يشرك بالله سيبو خلاص، يشرك بالله ولا كافر، بيسك عليه دار حاجه تاع شعوذه، سيبو خلاص دخل في الشرك بالله، سيبو. دوك هذا الانسان ما ولاش يخاف من ربي ولا يدير شي صوالح بزاف، قادر يقتل، قادر يدير بزاف صوالح. تسمى حنايا ننصحوهم باللي هادو الانسان، هادو العباد لو ما يديروا في هادو الصوالح ماذا بهم ينحوا هادو الصوالح ويتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. علاه تشركوا بربي؟ بوركوا علاه تشركوا بربي؟ ما كاش كيفاه كامل. اذا شركتوا بربي صاي خلاص، ما بقاش خلاص، ما وليتوش خافوا من ربي. عند تطبيق السحر عندما يكون ضميره، يكون ضميره في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يكون ضميره جهنم، ما يعيش مليح في حياته، يعني ما يعيش في الدنيا مليح، وفي الآخرة ثاني ما يعيش مليح. بيسك علاه خلاص شرك بالله ولا من الكفار. المواطن كي ينظر الإنسان اللي تلجأ إلى السحر شغل يغزروا فيه غزرة عيانة، مشي هذاك الإنسان ساحر، هذاك الإنسان ما كاش كيفاه ما نديرولوش قيمه، هذاك الانسان ما كاش كيفاه ننصحوه ولا عفسه. خلاص شرك بالله، ما مسيكيش تنصحيه ولا ديري له كش عفسه ولا تروحي توصيه وتقولي له يا ودي يا ودي خلاص ومنها ومنها، ما يبقى يشرك بالله باسكو الضربه الاولى دارها وشرك بالله وما خافش من ربي. قضيه الشعوذه هي الشرك بالله، والخاتمه تاعو جهنم خالدا فيها. الشعوذه هذه ظاهره، هذه رغم ولات منتشره، زمان ما كانش هذا الشعوذه. هذه تعتبر اكبر خبث اللي راه يتشرف في المجتمع تاعنا، واللي ما يتقبلها لا ربي ولا العبد. الحاجه اللي نتمنوها يتوبوا الى الله، خاطرش خرجنا من طاعه الله. الناس ولات هذه تاع الربح السريع تشرك بالله، واللي يعني تعتبر من كبائر المحرمات، هذه احرام في دين الاسلام، ما يقبلها لا ربي ولا العبد. الشيء اللي نتمناه ان شاء الله الظاهره هذه تتنحى من بلادنا، الضمير تاعو جهنم ديريكت. يعني باش نقول لك يعني الظاهره مليحه ماهيش مليحه، يعني راهي حاجه هذه راهي كارثه، ما يقبلهاش لا ربي ولا العبد. في القرآن في الدين الإسلام ما كاش هذا الشعوذة، هذه ما كاش في الشريعة الإسلامية، والعقوبة تاعها هي القصاص الموت ديريكت، ما يقبلهاش لا ربي ولا العبد. الله يهدينا، الله يهدينا يا بنت. القيمة تاعو صفر، تحت الصفر، جهنم خالدا فيها ديريكت، ما عنده حتى درجة فيها، ما كاش هذه تاع الدرجة تاعو، الدرجة تاعو جهنم ديريكت. هذا مش كاين، ما عندوش العقابة تاعو، العقابة تاعو هي الموت، خاطرش علاه الانسان هذايا راه ما يصلح لوالو، راه يحرف في الدين، يحرف في الدين الاسلامي، والشريعة ما تسمحلوش، الشريعة تقول باللي القصاص ديريكت، هو والقاتل كيف، هو والقاتل كريمينال كيف. واش نقول لك، الله يهدينا يا بنتي، وان شاء الله هذه تاع الظاهرة هذه ان شاء الله
يعني ينظروا اليها يعني المجلس الاعلى الاسلامي هذه ويحاسبوا الناس اللي راهي دير في الصوالح هذه.